في صحيفة عكاظ أو إلى صحيفة عكاظ نشرت الصحيفة استنادا لمعلومات حصلت عليها أن نحو 25% من أطباء مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، معظمهم من العاملين في قسمي الجراحة وأمراض النساء والولادة، ممنوعون من السفر بسبب شبهات أخطاء طبية. هذا الخبر يستحق كثير من التوضيح، ولذلك معي على الهاتف الآن المتحدث الرسمي لصحة بيشة الأستاذ علي البخيتان. أستاذ علي حياك الله معنا في أهلا وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. هلا والله فيك أستاذي، والله يحييك ومسي عليك بالخير وعلى السادة والمشاهدين. أهلا بك. أولا شكرا لكم لتواصلكم أستاذي. أولا ما صحة هذا الخبر، يعني أنه 25% من أطباء المستشفى من قسمي الجراحة وأمراض النساء والولادة ممنوعين من السفر، الخبر صحيح ولا غير صحيح؟ بداية سأختصرها في كلمتين: غير صحيح. غير صحيح. وأتمنى نعم، وأتمنى ممن يؤكد أن عبارة غير صحيح مني ليست في مكانها أن يخرج ويثبت لنا صحة كلامه. طيب هل في نسبة أو في أطباء ممنوعين والنسبة كانت غير صحيحة، ولا كل الحكاية غير صحيحة؟ بداية أستاذي أوضح بس نقطة. اتفضل. هناك فرق بين حظر السفر، سفر الممارس الصحي، أو منع من مزاولة المهنة. هذه إجراءين مختلفة تماما. إجراء حظر من السفر هو أنه يكون مرتبط بقضية مرفوعة ضده، لا زالت تحت النظر لدى الهيئة الشرعية الصحية وهي المختصة في إثبات وجود خطأ أو عدمه أو ما شابه ذلك. هذا لا يعني أنه لا يمارس المهنة، فلا يوجد قرار يمنع من ممارسة المهنة، وإنما يمنع من السفر لحين انتهاء القضية. يمنع من السفر. جميل. هم ذكروا في الصحيفة أنهم ممنوعين من السفر، ما قالوا أنهم ما يمارسون، قالوا ممنوعين من السفر. لكن سؤالي لك أستاذ علي، هل هنالك نسبة موجودة داخل المستشفى ممنوعين من السفر؟ صحيح. بسبب أخطاء طبية؟ نعم، وهذه النسبة وهذا الأمر موجود بجميع المستشفيات. كم نسبتهم في بيشة تقريبا؟ احنا في بيشة عندنا 13.58 تحديدا، يعني ما يقارب خلينا نقول 14% من الاطباء على فترة سنتين، يعني تقدر تقول في السنة 7%. في السنة كم؟ 7%. عفوا، نعم. 7% او خلينا نتكلم عن ال 14، يشكلون كم عدد من الاطباء تقريبا؟ 41 طبيب من اجمالي 302 طبيب في مستشفى الملك عبد الله. 300. طيب ما تشوف انه 41 طبيب بصراحه نسبه مرتفعه، انه في شبهات اخطاء طبيه؟ جميل. هنا اذا سمحت يا استاذ واعطيني مثل هذه الاخبار، وللاسف الهدف منها دائما هو الاثاره الصحفيه وليس الوصول الى او غايه مجتمعيه او غايه تصحيحيه لاخطاء معينه. هذه النسبه شكلها التقدم بشكاوى. هل التقدم بشكوى يعني ثبوت مخالفة الطبيب؟ منطقيا لا. ولكن طيب المنع من السفر ماذا يعني؟ المنع من السفر انه حتى تنتهي القضية. الهيئة الشرعية القضايا فيها تأخذ لسنتين الى 3 سنوات احيانا، واحيانا اكثر من 3 سنوات. طيب ليش تعتبر انه لما الصحافه تكتب انه في شبه عن اخطاء طبيه تعتبر انه هذه اثاره؟ يعني هذا واقع ومن حق الصحافه انها تكتب وتناقش. جميل جميل. انا طلبت الله يحفظك انه تعطيني المساحه، لانه تفضل خذ المساحه كامله. يلا تسلم، الله يطول عمرك. الوضع هذا كل ما يكون القارئ يطلع ويقرا انه فيه خطا طبي يبدا هنا يتولد لديه صوره ذهنيه بانه هذا المكان مليء بالاخطاء الطبيه ومليء بالاشخاص اللي لا يمتلكون الكفاءه المهنيه اللي تؤهلهم للعمل. مع انه في الحقيقه من قال انه خطا طبي؟ الصحفي مثلا او الشخص الشاكي او شخص يروي روايه؟ هل هو هذا الشخص هو المتخصص الذي يحدد ان هناك خطا طبي ام لا؟ هل هناك مخالفه ام لا؟ هناك اجراءات جميل عديده جدا في ومعروفه لدى البروتوكولات الطبيه بانه اجراء معين له مضاعفات.
قد تحدث هذه المضاعفات. أحيانا المضاعفات هذه قد تحدث لدى 1% مثلا على مستوى العالم. إيه؟ قد يكون 1% هو هذا الشخص. جميل. الآن يقول أخطأوا معي خطأ طبي، فهذه دائما تكون موثقة أصلا. طيب. موثقة حتى في السجل الصحي بأنه عمليتك هذه هي وال طيب تسمح لي أستاذ علي، تسمح لي اللي قد تحدث، تفضل تسمح لي. الصحيفة وكثير من الأشخاص اللي نقلوا أو اللي ينقلوا باستمرار، وخلينا في هذا الخبر في صحيفة عكاظ بلا انحياز لا للصحيفة ولا لله، احنا هنا جهة محايدة، ما قالوا أخطاء طبية، كانوا واضحين وقالوا نتيجة شبهات أخطاء طبية. الآن أليس موقفهم سليم لما يقول لك شبهة في خطأ طبي بما أنه لم يثبت؟ ما هو هذا موقف سليم؟ ليش تزعلوا منهم؟ هم قالوا شبهة خطأ طبي. لا احنا ما احنا زعلانين على فكرة، ما احنا زعلانين. ايه؟ لا انا اتكلم ترى بشكل عام اولا. ايه؟ الامر الاخر. طيب الان بس بس, بس خلينا نتفق على هالنقطة اذا تسمح لي بعد اذنك استاذ علي. لما صحيفة ولا قناة ولا اي جهة اعلامية تقول انه تم ايقافهم او حصل شبهة في خطأ طبي، هذا مسمى صحيح ولا لا؟ شبهة في خطأ طبي، نعم. ايه؟ صحيح. طيب معناته نعم هنا ما هنا تنتفي نظرية البحث عن إثارة وتشويه الصورة الذهنية للمؤسسة الصحية، ونيجي في الواقع الصحيح. طيب الآن لو تقدم بشكوى عليك أنت أستاذي أو على 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 قناة روتانا، يلا جميل. طيب. أتقدم أنا وعشرة أشخاص آخرين وأنا ايه؟ أتقدم بشكوى على روتانا خليجية إنه؟ على برنامج يا هلا تحديدا. ايه؟ هل هذا يعتبر أن البرنامج لديه مشكلات وأنه في مشكلة حقيقية داخل البرنامج وفي سياسة البرنامج وفي مهنية الموجودين، ولا يعتبر أنه إحنا قاعدين نشتكي وقد يثبت أن أصلاً شكوانا هي شكوى قيدية؟ طيب هو نفس ما قلت أنه يعني أنك تشتكي إلى أن تثبت صحة الشكوى وارتكاب الخطأ من عدمه. يا سلام. إحنا الآن متفقين. حلو. أليس من الأحرى أيوة أنه إذا فيه مستند نظامي يثبت وجود خطأ طبي أي. من مستشفى سينا أو مستشفى صار، ليس مستشفى ملكات الأندلس، أي مستشفى كان أي. بعد أن أحصل على المستند النظامي أو على السند القانوني القضائي بأنه نعم في خطأ طبي، أنا أنشره وقتها. إيه طيب. أليس هذا من العدالة؟ بلى، ولكن ما في مشكلة أني أنشر أن في شبهة لخطأ طبي، وبعدين إذا انتهى التحقيق واتضح أنه خطأ طبي أجي أنشر وأقول نعم خطأ، وإذا اتضح أنه لا يوجد خطأ طبي أجي أنشر وأقول لا المستشفى بريء ولا يوجد خطأ، وهذا اللي جالس يمارس ترى يعني. جميل. طيب الآن أي. تعلم الخبر الخبر هذا أو هذه المادة الصحفية أيوة، من المتضرر منها؟ من؟ المتضرر الحقيقي الفعلي هو المواطن. اي بس يا استاذ علي المستفيد. الان احنا اتفقنا انه ما في خطا في هذه الماده الصحفيه لانهم قالوا شبه اخطاء طبيه كصياغه ماده ما في خطا إيه؟ لكن انا اتكلم عن خبر وما وراء الخبر دائما. انت عن ماذا تبحث في خبر؟ طيب انت ما تبغاهم يكتبوا لا شبه ولا يكتبوا اخطاء؟ لا استاذي انا يمكن لست بصدد اني اوضح انه هل انا متعاون او لا، ولكن يمكن أنا أبغى أسمعكم أنتم في أكثر من موضوع مع الصحف، وهذا شرف لنا والله. مجرد تجاوبك بالظهور وتوضيح الحقيقة ترى هذه إضافة كبيرة لنا أستاذ علي. تسلم. الله يحفظك طال عمرك. لكن النقطة أنا أقول لك الآن المتضرر الحقيقي سيكون هو المريض، هو المستفيد من الخدمة. والسبب أنه عندما نبحث عن تعاقد مع طبيب مثلا أو استقطاب طبيب أو كفاءة ويجد والله انه يقرا صحيفه عكاظ فيجد 25% من الطاقم او من الاطباء ممنوعين من السفر لوجود شكاوى، وهو يعرف ان هناك، انا متاكد وانا الان اقول لك وهذه اوضح لك كذلك نقطه، عدد القضايا هي 28 قضيه. اوكي. طيب 28 في سنتين والله عدد ليس سهل يا استاذ علي، خلينا نكون منطقيين. عدد اتفق معك، عدد مو بسهل. اوكي. ايه
أنا مستعد إن شاء الله أن الله أعطانا وأعطاكم عمر أني أظهر معكم بإذن بهذه 28 قضية وأوضح لكم بعدين ما هي نتائجها. وأحنا مستعدين أنه إذا ظهرت نتائج 28 أن نطلعها بما تحصل، إن ثبتت منها واحدة ولا 28 خطأ طبي، وإن ثبتت كلها براءة. جميل. أبشر. جميل. لكن جميل. لكن عشان نختم هذا الحوار الآن، لما تقول أن المتضرر من الخبر وحكاية ما وراء الخبر، يعني هل الحل أنه نسكت وما ينشر خبر؟ هل ترى أنه هذا حل؟ أنا لا أطالب بعدم النشر دائما، وإنما سواء كان سلبي أو إيجابي، ولكن أطالب دائما أن نكون لدينا حس لما سينعكس به هذا الخبر، على أن نتفق كلنا على أن إحنا نعمل نجتهد نبذل سواء في الإعلام في الصحة في أي جهة من أجل خدمة البلد وخدمة المواطن. هذه ما فيها شك ولا أحد يشكك فيها نهائيا. طيب. يعني هذه مسلمة وثابت بعيد عن كل تشكيك. جميل. ما فيها جميل. كلام. أي. جميل. الآن مثل هذا الخبر ألا يؤثر، وأنا أتحدث الآن لأنه حقيقة أثر. أثر على إجراءات الاستقطاب بشكل كبير جدا. من يقرأ هذا الخبر يقول أنا ليش أروح مستشفى الملك عبد الله في بيشة وأنا راح أوصلهم وشهرين ثلاثة ستة شهور وراح يتم منعي من السفر. طيب في المقابل إذا سمحت لي أستاذ علي، في المقابل أليس مثل هذا الخبر وأمثاله من الأخبار يعلق الجرس وينبه المؤسسة الصحية والمنشأة إلى أنه ترى الناس ترى وتشاهد وتعرف، فلذلك لا تمارس ارتكاب الأخطاء أو غيرها، أفضل من أنهم لو سكتوا أمر الموضوع مرور الكرام؟ ومن قال أن المنشأة الصحية أو المنظومة الصحية بشكل عام بدءا من الوزارة وحتى آخر نقطة صحية إيه؟ وأصغر منشأة صحية ليست تهتم اهتمام كبير جدا بسلامة المرضى والإجراءات الطبية؟ ما اختلفنا على العين والرأس، هذا أمر موجود على العين والرأس حقيقة. على العين والراس. ولكن 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 يعني يصعب انه تكون في خبر مثل هذا في 28 شبهه بخطا طبي وما ينشر ولا يوضح للناس، يصعب. وانا ارى انه من صالح المؤسسه ومن صالح المواطن ومن صالح الصحافه والاعلام انه يكون في هذا الطرح. اللي 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 ما هو من صالحهم لما ترتكب اشياء مثل اللي قلتها قبل شوي، انه يقولوا انه في خطا طبي وهو ما اتضح انه خطا، بس لما يقال انه في شبهه، لما يقال، انا ارى انه من حقهم. يمكن الخطا اللي في النسبه نعم من حقكم انتم توضحوا وتقولوا، هذا من حقكم. الخطا في المعلومه فيها خطا. إيه؟ هذه ما نختلف عليها. إيه؟ انا يعني هو ليس يعني عشان تكون صادقه من قبلي انا ليس يعني امتعاض من عكاظ على النشر، لا نعم. ولكن انا اتمنى ان نكون اكثر إيه لما سيحدث هذا الخبر احيانا. نعم. بعض الاخبار قد نراها هي ماده صحفيه رائعه جدا ودسمه ورائعه للنشر، لكن ما هو المردود الاخر؟ انا الان ذكرت لك هناك معاناه وتزداد بنشر مثل هذه الاخبار في عمليه الاستقطاب احيانا. أليس طيب. هذه مشكلة؟ أليس البلد سيتضرر عندما أفتقد أني أقدر أجيب لكفاءات طبية؟ والسبب هو وجود مثل هذه الأخبار المنشورة السلبية السيئة سواء على المنشأة أو على الكادر الطبي. الطبيب يعرف أحيانا وقد يتواصل مع طبيب آخر، يعرف أنه ممنوع من السفر، يبلغ ليش هو ممنوع من السفر ويضح لأن هذا الإجراء هو اللي تسبب في منعه من السفر. الذي سيدفعه بعد ذلك انه يتجه لبيشة مثلا تحديدا لمستشفى الملك عبد الله. جميل. استاذ علي، يعني لانه الوقت انتهى معنا والصوره اصبحت واضحه، انا كلي شكر ومحبه وتحيه وتقدير لرايك، لكن اذا سمحت يعني اظن انه نختلف قليلا في حكايه انه هذه الاخبار تعطي سلبيه وايجابيه، لان لها جوانبها طالما ان الخبر دقيق وذكر شبهه الاخطاء الطبيه. أنا أشكر لك، تفضل. أترك لك مساحة أخيرة قبل ما أودعك، مع كل شكري لأريحيتك، تفضل. نقطة فقط، الخبر ليس دقيق، الخبر دقيق في الصياغة من ناحية قانونية. إيه؟ بأنه شبهة وليس خطأ. الخطأ في النسبة معلومة 25%. إيه؟ هذه المعلومة غير صحيحة. إيه؟ النسبة أقل من هذا إذا طبقناها فعليا بناء على ما يحدث خلال سنتين، وأن الشكاوى مدتها سنتين الآن فهو 7%، والفارق 7% لكل سنة يعني 14%. أين؟ طيب.
واضح أستاذ علي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. كان هذا حديث الأستاذ علي البخيتان كاملا. الاتفاق أو الاختلاف مع رؤيته ومع ما طرحه يظل حق لكل من يشاهد دائما وأبدا، أنتم الحكم في كل ما يطرح على هذه الطاولة. ولكن نقطة أخيرة قبل ما نطلع للفاصل، أنه من حق الإخوة في صحيفة عكاظ أيضا أن يعقبوا وأن يأخذوا مساحتهم الكاملة في الرد على مثل على حديث الأستاذ علي إذا ما أرادوا ذلك، وإذا كانوا متأكدين من أن النسبة التي نشروها صحيحة، لأن هذا البرنامج وجد ليكون مساحة حرة متوازنة وشفافة لكل الأطراف ولكل الجهات. بعد الفاصل مكملين معكم.